البدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، هذا في اللغة. تقول هذا الشيء بديع، يعني جديد. الله جل وعلا يقول بديع السماوات والأرض، أي محدثهما على غير مثال سبق. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل، قبلي رسل كثيرون، فأنا لست بدعا يعني جديدا لم يسبق مثلي في الأمم السابقة، فكيف تنكرون علي أني رسول الله وقبلي رسل كثيرون؟ ما كنت بدعا من الرسل. فهذه البدعة اللغوية. أما البدعة الشرعية فهي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ما ليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.